أينما كنتم لكم التحية لكل من ينضم إلينا الآن. ظلال أصيل، وأنا سعيد جدا بأن يكون معي ضيف في الأستوديو القانوني مصطفى محمد علي الحاج. هو عنده علاقة بالتنمية البشرية بطريقة أو بأخرى، وهو عضو منظمة صناع التغيير والتنمية والنهضة وتعديل السلوك، وده كلام يخش النش بشكل عام، يعني من مرحلة الطفولة مروراً بالمراهقة نهاية بالعمر المتقدم اللي هو عمر النضج. كيفية استغلال هذه العقول وهذه المواهب. مساء الخير عليك. مرحب بك أستاذ الكريم، ومرحب بقناة الشروق، وأنا الليلة حقيقة سعيد أن أكون ضيفا على هذه القناة الفتية. تسلم يا رب. ولعل عبارة الشروق مرت من هنا هي عالقة في كل في ذهن كل سوداني إن شاء الله. والله نمر على كل البيوت، هي بذرة الحب لهذه القناة. صحيح. لكم التحية ولكل مشاهدين الكرام الذين هم الآن على قناتكم الفتية. تسلم يا رب. طيب أول شيء نعرف المنظمة، نعرف نشاطها. نعم. ونشأتها والاسم ذاته محتاج شوية لشرح، يعني صناع التغيير والتنمية. نعم. هو حقيقة يمكن منظمة صناع التغيير والتنمية منظمة وليدة في مراحلها الأولى. نعم. جمعت كوادر من أميز المدربين الآن الموجودين على الساحة. نعم. مجموعة اسمها المدربين المتميزين. هم عندهم هدف أساسي هو إصلاح بعض الحاجات الموجودة في المجتمع والتي لا يمكن أن تتم إلا بالتدريب. صحيح. فالتدريب هو مرحلة مهمة جدا جدا بعد التعليم. نعم. أنت في التعليم هو عبارة عن عملية بتاع التلقين. نعم. ولكن التدريب هو ممارسة للمفاهيم وللأفكار وللمعارف. نعم. فلذلك اهتمت هذه المجموعة بأنه تنظم نفسها من خلال منظمة. هذه المنظمة يمكن أن تعمل داخليا ويمكن أن تعمل خارجيا. نعم. وتستفيد من الأفكار وتتلاقح مع كل المنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال. نعم. من هنا جاءت الفكرة بتاعت منظمة صناع التغيير والتنمية، وحقيقة بدينا وشاركنا في برامج كثيرة جدا جدا. نعم. ولعل أبرز المشاركات كانت في برنامج الجدارات الأساسية للعاملين بالدولة على المستوى الاتحادي. شاركنا في المستوى المؤسسات الموجودة في الخرطوم، الولايات، يمكن أكثر من 10 ولايات. نعم. ويمكن البرنامج ده خلق روح إيجابية كبيرة وسط العاملين بالدولة، وبذر إحساس بأنه هنالك أمل، يعني يمكن الناس من خلال التدريب يصلوا للنجاحات المطلوبة. دي فكرة موجزة يعني. نعم. بريف. التغيير طوالي بيتم رفضه، ومش رفضه، بيتم التمرد عليه. أكيد. الناس بيعيشوا على نمط معين بتاع سلوك، بتاع حياة، بتاع حاجة معينة. فلما تقول له التغيير وعاوزين نغير ده، شوية بتلقى مصدات في الموضوع ده نفسيا يعني. بالتأكيد طبعا. نعم. وحتى في برنامج الدورة التدريبية الخاصة بعملية التغيير، يعني في برنامج كامل اسمه التغيير، دورة تدريبية كيف أنت تغير حاجاتك، تغير أفكارك، تغير اتجاهاتك، تغير سلوكك، تغير أهدافك. دي كلها بتتم في فقرة مهمة جدا في الدورة التدريبية دي. نعم. اسمها مقاومة التغيير. يعني المقاومة زي ما قلت أنت هي موجودة حتى في البرنامج العلمي بتاع الدورة. مقاومة التغيير دي يمكن واحدة من الحاجات الأساسية، يعني بافتراض بسيط جدا جدا، لو قلنا زول شغال موظف في مؤسسة. نعم. موجود لفترة طويلة وشغال بنمط محدد. لما تجي دار تغير الزول ده من مكانه ده لمكان تاني، أكيد حيكون في شنو؟ في مقاومة للتغيير. أنا زول قصدوني، في استهداف، في غيره، في هناك، فالزول بيحاول يبرر عمل التغيير. لكن طبعا التغيير لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير هذا حتمي. تخيل. نعم حتمي. يعني إحنا لو جينا دورة الحياة أصلا. أيوة. لو جينا لقينا التغيير ده بنلقى إنه وحدانية الله سبحانه وتعالى هي حتمية. كذلك التغيير غير متانة بنلقى في حاجة حتمية. صحيح. يعني يمكن الاثنين بنلقاهم حتميات. فلذلك عملية التغيير عملية مهمة جدا جدا. إحنا عندنا مظاهر كثيرة الآن موجودة على مستوى الشارع، على مؤسسات الدولة، في مجتمعاتنا ذاتها، في أحيائنا، في شوارعنا، في
أماكن جلساتنا بنلقى في أشياء كثيرة جدا جدا. يمكن الناس اللي بيمارسوهم هم ذاتهم ما راضين بها، لكن ما لقينا الجويد اللي ممكن يقودهم لأنه ما يقودوا يغيروا هذا الوضع. فلذلك من خلال عملية برنامج التدريب في كيفية التغيير ممكن الناس تصل بسهولة شديدة جدا جدا. إنك سيع واحدة من السلوكيات الشائعة والشاذة وما دا أقول الإبارة لكن قبيحة يعني، في بتلقى الناس مثلا ماشية بعرباطة وبتلغي بالنفايات صحيح. عبر النوافذ صحيح. فده ده سلوك يعني بجد كلمة قبيح ذات يمكن تعود بسيط التعود بس، لكن احنا محتاجين نعدل السلوك ده نغير في سلوك الناس. دي كثير من الأمثال، أنا ضربت لك مثل واحد لكن صحيح. كثير من الحاجات هناك موجودة الناس محتاجة لأنه تغييرها عشان نصل لمجتمع معافى سليم نقدر نفكر تفكير صحيح. ملاحظة عامة على الكلام اللي قلته انت قبل شوية ده نعم. اللي هو إنه تجدع النفايات سواء كان منديل ولا سفة ولا موز ولا غيره بالسفر. الغريب في الموضوع نفس الشخصية دي إذا سافرت برا واختربت في أي دولة ما بيعمل السلوك بيلتزم لأنه هناك طبعا معنى. أيوة صح هو هناك برا أول حاجة طبعا النازك بترجعنا يمكن لموضوعنا الأساسي قانون. أيوة القانون القانون في التزام قانوني صارم في رغابة يعني شخصية وفي رغابة عبر الكاميرات وفي غيره فإنت أي تصرف منك محسوب وممكن طوالي في أقل من ثانية بتلقى الجهة الرغابية وصلتك وحاسبتك وكذا والعقاب فوري فوري طوالي ودائما هم بيركزوا هناك في إنه العقاب يدخل جيبك يعني يكون العقاب مادي فدي اللي بيخافوا منها الناس لما يسافروا برا لأنه زول بيكون سافر صحيح. بكمية محددة من القروش عنده حاجات محددة يقدر يعملها فلو دخلت غرامات وغيره وغيره بيتأثر في لذلك احنا محتاجين هنا اول حاجه سن القوانين وسن القوانين ده بصراحه لازم نربي الناس على احترام طبعاً. القانون طبعا لو الان في قوانين كثيره جدا في السودان موجوده يعني يمكن في قوانين عندنا قانون سنه 1925 قانون تسوية الأراضي تسجيلها موجود 25 شغال قانون نزع الملكية 1930 شغال لحد الآن في دول ما قامت ذات 1930 أيوة. في دول عديل ما قامت عندنا بعد ذاك في قوانين 50 اتعدلت في 80 اتعدلت في 70 وجات في 90 في قوانين جديدة في قوانين في التسعينات اتعدلت أسف في الفترة القريبة برضو فيها تعديلات تمت طيب دي كلها كمية بتاعت قوانين مردومة قاعدة تمشي وزارة العدل بتلقى كل القوانين دي موجودة لكن ما بتلقى أثر للقانون ده ما مفعلة في حياتنا العامة ليه؟ لأنه الناس ما بيحترموا القانون وبالتالي يعني إحنا ذاتنا عندنا مشكلية أساسية بصراحة يعني عندنا قصة إنه الناس بتجامل في تطبيق القانون صحيح لذلك المجاملة دي خلقت أو بذرت روح عدم احترام القانون نحن ما ناس باركوة أيوة فلو الناس احترمت القانون من البداية دي بترجعنا برضو لموضوعنا اللي عايزين نتناقشه اللي هو استثمار المبدعة إنه احترام القوانين المفروض يكون من البداية صحيح من صغر الإنسان يمشي في احترام من البيت يعني بعد شوية المدرسة بعد شوية الشارع بعد شوية يصل في الجامعة وبعد الجامعة ولما يطلع المجتمع العريض تلقى إنه القانون ده ملزم بالنسبة له هو مع نشأته واحترامه للقانون بيلقى نفسه ملزم صحيح. بالقانون فلذلك المظاهر اللي لسه قلناها دي رغم إنه وجود قوانين بتمنع لكن الناس ما شغالة بالقوانين لسه برضو ما لحد أسن إحنا بنخطى الإشارة حمراء يعني أكيد هو بتدفع إيصال تتلف التلقى بتاع المرور ما في طوالي وتقاطع إشارة حمراء يعني أنت بتعرض حياة الآخرين وحياتك أنت هو بالمناسبة أنت عارف لو طبعا في عقوبة تخطي الإشارة الحمراء فيها سجن لو أنت عملت حادث بعد الإشارة مباشرة طيب. وكتلت الشخص اللي أنت عملت معه حادث ده يعتبر قتل عمد بالضبط يعني 130 حتى التأمين ما بيحفيك الحاجات دي كلها ما بتحفيك فدي كلها صغافة المفروض الناس شنو تعرف الصغافة دي وتعرف خطورة المسألة يعني أنا لو ممكن اتلفت يمين شمال أثناء ما أنا بتلفت ما لقيت بتاع مرور قمت اتجاوزتها في نفس اللحظة في زول بيفكر غيرك صحيح قاعد يفكر في أنه أنا أخذ دي لحظة مناسبة عشان أقطع مع قطعتك صدمته والزول ده قدر الله أنه توفى أنت هنا ارتكبت جريمة بتاعت قتل عمد ولا بد من انه تعاقب وفقا للقانون بارتكاب جريمه قتل عمد طيب فلذلك بويس. القانون مهم جدا انت جبت سيره بتاعت التنسيق والتربيه معناها بالضروره في استهداف لسن محدد او عمر محدد انتم مستهدفينه في موضوع التنميه والتربيه
نعم. بشكل أو بآخر نعم. اللي هو زي ما قلت أنت أسلفت قبل شوية البيت نعم. والمدرسة والشارع نعم نعم مستهدفين أعمار معينة والله هو تشوف دار أقول لك حاجة عملية التنشئة دي عملية بتبدأ مع بداية الإنسان من داخل البيت يعني طبعا نعم. في أعمار ممكن نقول لحد 10 سنوات دي ممكن نسميها الفئة الأولى في التنشئة طيب. دي بتحتاج لنوع خاص من التعامل لأنه هم مقلدين يعني ما أنت لو جيت اتكلمت معه ما هيفهمك وبيكون بيميل كلامك وممكن يتضجر ويسهج من كلامك ومستوعبه لكن شنو أنت بتصرف قدامه تصرفات صحيحة بالتالي هو بيقلد التصرفات الصحيحة يعني مثلا أنت مشيت الجامع هو مشى معاك بعده هو بيقلدك في الصلاة بيكون واقف من غير ما تقول له أركان الصلاة ولا غيره بيكون أنت صرفت تعاملت مع الناس تعامل كريم داخل الأسرة التعامل بين الزوج والزوجة نعم. تعامل كريم فيه نوع من الاحترام فيه كلمات طيبة هو بيلتقط الحاجات دي طوالي فبالتالي بيبقى في المرحلة دي المرحلة الثانية من الفئة المراهقة اللي هي مرحلة المراهقة ودي يمكن أخطر مرحلة في عمر الإنسان لأنه الإنسان بيكون عنده شغف في تلقي المعلومات مرحلة البحث والتجريب أيوة لو لقى معلومات خاطئة هينحرف ولو لقى معلومات صحيحة ومعلومات ذات قيمة وفائدة يبقى إنسان صالح ويمشي في التراك الصحيح وترسخ في ذهنه ويواصل بها حياته يعني ويبقى لما يصل مرحلة النط يكون إنسان سوي يعني ما بيقدر بعد ذاك يمشي لقدام المرحلة الأخيرة اللي هي الفئة الناضية ودي يمكن تقول هي في الأعمار من 18 لحد الجامعة وغيره دي لهم وصلوا مرحلة النضج طيب وزي ما بقولوا عندنا في السوداني بالبلدي كده ولدك كان كبير شنو خاويو انت محتاج بعد ده في مرحله بتاعت رعايه طرع حاجاته دار يتعلم انت طرع انك توفر له حاجاته يعني ما تجبر عليه انه انت امشي فتش حاجاتك لو انت عندك القدره وفر له حاجاته الاساسيه ادعمه لو عنده مشروع عنده فكره دار يعملها تدعمه في فكرته في مشروعه برضو يعني السند والدعم اللازم دي كلها لازم توفرها له عشان مرحله بتاعت نصح ادفايسز يعني انت مرحله بتاعت مرحله التمرد في نفس اللحظه ايوه هو محتاج في المرحله دي ما محتاج لقدوات ما محتاج لمربيين محتاج لشنو لناس موجهين هي ناس موجهين ناصحين داعمين واقرب له نفسيا أيوة. لانه ما هي المعلومه ممكن تتقال أيوة. بطريقه او باخرى ايوه صح لكن طريقه المعلومه ذاتها اللي انت بتقولها للزول ايوه تقبله أيوة. لها واستيعابه نعم تخليه بيفرق الطريقه ذاتها يعني هو دي بيضغطنا لحاجه مهمه جدا اللي هو الزول المربي او الموجه او الناصح ده لو اساسا ما مر بالمراحل الصحيحه دي من البدايه هو في النهايه برضه ما حيكون اداؤه شنو سليم صحيح. يعني هسه في كثير من الشباب بتسهر في الجامعات يقول لك استاذ في الجامعه يعني تصرف تصرفات مهنه ما مقبوله صحيح كويس عندك كثير يعني في تلقى موظف في الشغل في مؤسسه حكوميه في مؤسسه خاصه يقول لك الزول ده والله تصرفاته دي مهنه فدي كلها نتيجه لشنو نتيجه للتنشئه الجبيه لك المراحل المربعه هو صحيح قد يكون ناجح اكاديميا قدر ينجح لكن السلوك فكريا ما ناضج خلاص يلا دي كلها غلط عشان كده هو بيبقى ماشي على دي شاطر اديه ورق ممكن يكتب لك لكن بيقوم بعد ذاك بيتصرف تصرفات شنو خطأ ودي عموما بتنعكس هسه الان بتلقى في ناس اصحاب مواهب عاليه جدا جدا لكن وظفوا مواهبهم دي شنو في الاخطاء في الحاجات الغلط يعني في التزوير في ما عارف في غيره في الحاجات منا ما دارين نمشي كثير في موضوع المخدرات يمكن ده موضوع تكلمت عنه كثير في الغناء لكن برضو تلقاه بيوظف إمكاناته في التفاعلات الكيماوية في إنتاج مخدرات في غيره في هناك ويمكن في شواهد كثيرة في ودي قدرات ذهنية أيوة قدرات عالية جدا يعني دول عنده قدرات عالية لكن التوظيف بتاعه ما كان صحيح التنشئة ما كان صحيح غيره ما كان صحيح فلذلك دي النتائج الحتمية للكلام ده ذكرتني كلام لدينزل واشنطن الممثل المعروف لما سألوه إذا ما كنت ممثل يعني وفي المجال ده كنت حتكون شنو؟ قلنا كنت حكون مجرم مجرم ايوه صح بالضبط ايوه مجرم يمكن انت عارف احيانا القدرات دي لو ما توظفت صح بتخلي الانسان يعيش في وهم هو ذاته انا في طرفه كده يمكن في الزلزال بتاع تركيا الايام اللي فاتت طيب في واحد اخ كده من دوله شقيقه هو يعني زي ما بيقولوا خياله واسع شويه فالمهم سألوه قال له انت في حسيت بالزلزال قال له ما ايوه حسيت بالزلزال قال له كان كيف الزلزال كان كيف قال له الزلزال ده كان زلزال ريختر شفت الفيديو اولا مثلا المراسل تحديدا هو من دوله جاره ايوه ايوه بالضبط
فهو بيقولوا ساق الزول بالخلع يعني. الزول وطلع هو ذاته مستريختر يعني صحيح. والزلزال بالنسبه له رختر يعني. فسالته هي قالت له يا اخي انت بتشتغل ايه؟ قال لها انا بشتغل مفكر. صحيح. انا بقعد كده وعلى القهوه واشرب شاي وافكر وافكر وافكر. فاحيانا التفكير ذاته بقود الناس لوهم. وطبعا فعلا قال رختر بيطلع من البحر يطق الواطه يضرب الواطه. فدي احيانا التفكير ذاته يعني لما ما يتوظف صح بيتحول لوهم. صحيح. فانت بتكون متوهم هسه كثير من الناس. ده بيقودنا لموضوع مهم اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقميه. ده انا جاي لقدام شويه لكن في سؤال قبل ده اللي هو التنشئه والتربيه. نمشي مرحله مرحله اللي هو عشان انا اوظف قدرات ولدي او طفلي او طالبي او اخوي الصغير ولا غيره. نعم. اول شيء انا اكتشف انه هو كيف من هو صغير. تمام. يعني احنا بنعرف حاجه انه يقول لك يا اخي الشافعي ده بكسر اي حاجه. صح. عنده نشاط زايد في البيت مثلا. صح. طاقه زايده. العقاب طوالي يا يدقوه يا انت كسرت الكبابي ليه؟ وهو نعم. عنده قدره ونشاط زايد يعني. نعم. طيب نكتشف موهبه الطفل او كيف؟ طيب النشاط الزايد ده هو ذاته من خلال انت ممكن تكتشف القدرات بتاعت الطفل. طيب. صح. هو بيمارس نشاطه ده لكن ما عارف انه الكونسيكونسز يعني العواقب. ممكن صحن يتكسر. صحيح. يرمي تلفزيون يقعد يتكسر. ما عارف انه التلفزيون ده لو وقع في الوطن يتكسر بيفتكر انه حاجه عاديه يعني وكده. فهو بيمارس اثناء ممارسته لنشاطه لحاجاته المواهب الكامله جواه بتحصل شنو؟ بتحصل اعراض جانبيه اللي هي مساله التكسير. التكسير ده ما مقصود كوارث. ممكن يخش خد حاجه في البلاك. أيوة يعني تحت الثلاجه هي ما حاجات مقصوده منه هو في حد ذاتها. بالضبط. لكن دي بتجي شنو؟ نتيجه اللي هو محاولته لممارسه هو نشاط زايد. نشاط نقدر نقول عليه. فنحن المطلوب مننا نراقب هذا الطفل ونشوف تركيزه على شنو بالضبط. ايوه. نحاول ان احنا نوفر له المعينات من خلال الألعاب، من خلال إنه نسوق مراكز بتهتم برعاية الجوانب دي. أو ممكن في أس الآن يعني مع التطور الكبير في الحياة في ألعاب، في حاجات غيرها، في أجهزة كويس بتوفر للطفل ده إنه يلقى نفسه. رسم الرياضة. لو وفرت له الحاجة دي تاني ما بيمشي أي حتة. تلقاه يوم كله قاعد يعني. الحاجة اللي بيحبها. أيوة الحاجة اللي بيحبها الموهوب فيها يعني الكامنة جواه تلقاه اليوم كله ممكن يكون قاعد فيها. فنحن نحاول نشوف تركيزه على شنو. نحاول نوفر له الحاجة دي من خلال الحاجات اللي ممكن نجلبها أو من خلال نسوقه ذاته لمراكز بتدعم الجوانب لطفلك. أيوة. لكن مسألة الضرب دي بالنسبة للطفل هو الضرب شنو؟ الضرب يعني ما في ضرب عنيف. الضرب العنيف ده ممكن يولد عنده يعني سلوك سلبي طوالي وحيستمر معه طول حياته. أيوة. بالمناسبه أيوة. مفتكر انه خلاص في عداوه بينه وبين الناس. صحيح. يعني ما مساله بتاع التوجيه ولا تربيه ولا غيره. ممكن يعني انت لو شلت لك حاجه حوشت ده صوت. انا من البدايه لو جبت لك صوت علقته في البيت شايف الصوت ده انا ما تخليني انزله لانه لو نزلته انا بنزله فيك طوالي بجلدك بيه. هو بعد ده كله ما يجي داري يعمل حاجة ممكن يعايل للصوت يتذكر كده الوعيد والترهيب. العقاب يكون رمزي في المراحل الأولى دي. بعد ذاك لو اضطريت انت ذاتك يعني ممكن ما يكون ضرب عنيف يعني ضرب مثلا اللطم في الوجه. اللطم في الوجه ده ممكن يشوش هوزاته يخليك عنده انفصام يعمل له حاجات. ده قاعد يحصل يومي عشان نكون واضحين. يحصل يومي في بيوتنا يعني. ده خطأ طبعا يعني. ده خطأ طبعا. ده خطأ من الوالدين. المفروض انهم هم انا يمكن في برنامج هسه شغالين فيه بعض المراكز التدريبيه اللي هو برنامج خاص للمقبلين على الزواج. في دوره لمده اسبوع او 10 ايام بيخشوا الاثنين الدارين يتزوجوا. دي دوره مهمه والله يعني. يا اما هم من هناك طلعوا وبنوا اسره سليمه او من مكانه ده يتفر اي زول مشى شنو في اتجاه اكتشف انه والله انا الزوله دي لو مشيت معاه او انا الزول ده لو مشيت معاه ممكن يعني ما تكون حياتنا حياتي. دونك ماليزيا يعني. ماليزيا شهرين كمان. أيوة. تاخذ فيها دبلومه. أيوة. لما خشيت ما بتتزوج. ايوه هسه في السودان الحمد لله يمكن بدا في مراكز شغاله في كواليتي شغال في البرنامج ده. دوره يمكن هي قصيره لكن طوالي بالظهر لانه طبعا في السودان اتعودنا حتى في مساله الزواج دي يمكن هي بتتم بين علاقات اسريه. الاب والام بيختاروا بعد ذاك احنا بنجي والله لقيتها حلوه وخلاص الموضوع انتهى. او هي ذاتها مثلا اكتشفت انه الزول ده القشر هاي مكانته مرموقه كده بتاع ده بينفع. لكن لما نمشي هناك بعدين في التعامل بيكتشفوا انه سلوكهم تعاملهم مختلف من بعض تماما.
صحيح. فهي القصة ما قصة إنه راجل ومرت لما في البيت لأنه دي مشوار بتاع حياة طبعاً. بنتك ناس طبعاً. فيبقى بالتالي إذا كان أصلاً ما في توافق ما في انسجام من البداية المسألة ما بتمشي لي قدام يعني. صحيح. والقشريات دي بالتحديد يعني القشريات دي ما هي طبعاً الناس طوالي يعني هي بتتزوج ولا هو بيتزوج الزوجة المرضية لمجتمعه. أيوة أيوة, أيوة يا سلام طبعاً. حلوة وسمحة و... يا سلام هو والله ما شاء الله عليه مستقبل. أنا أقول لك المشكلة ما فيهم يعني ممكن الواحدة تلقى في الجامعة في الشغل تحس إنه والله الراجل ده خلاص مناسب معي جدا أول واحد ذاته يلقى يحس إنه الزولة دي مناسبة معي جدا لكن بتبقى العقبة وين؟ العقبة هناك في الأسر بعدين قد ما يرضوا صحيح يقول لا ده جايبة لنا من وين أو دي جايبة من صحيح. وين أو دي ما كده أحصل يومي فدي دي, دي الحاجات اللي بتخلينا نحن دائما حتى الزواج ذاته قاعدين نسوق سواقة شنو؟ نودي في الاتجاه غير الصحيح يعني نحن يمكن معظم الناس تصبر يقول لك يا أخي أنت والله اتزوجت وجبت أولاد بس بعد ده أصبر بس صحيح. صحيح بعدك بنبقى في الكلمة بتاعتنا والله قاعد معه عشان الأولاد وأنا والله قاعد معه عشان الأولاد بس يبقى القصة القصة كلها بتتحصر في إنه إحنا قاعدين وده برضو عنده سايد إفكت صعب خلاص أكيد يعني طبعا يعني أكيد أي واحد فيهم بعد ده بيغذي الأطفال ده لكن بيمشي بيعمل حاجات برا يعني وأخطر حاجة إنه الشافعي لما يكتشف إنه في تناقض بين الحاجات اللي بيديها له أبوه والحاجات اللي بيديها له أمه صحيح بتديها له أمه لو اكتشف انه في تناقض بين الحاجات دي خلاص دي ده انفصام جاهز يعني بينشأ ما سوي اي بعد ده هو ممكن يغشهم يداهن ده ويغش ده لكن بيطلع بهناك بيعمل حاجاته الخاصه به هو بيجي بنظريه جديده يعني رختر جديده اورطك اورطك نسبه الفصام في السودان كم في المئه دي الفصام والله انا ما متاكد من النسبه تحديدا لكن طبعا يعني نقول كده تقريبا والله اقول لك حاجه ما اقل من 60% كثيره اي ما اقل من 60% فصام اي ما اقل من 60% تناقض في السلوك انا المؤشر في الكلام ده شنو الان في المحاكم الشرعيه طيب في المحاكم الشرعيه الان القضايا بتاعت الطلاق حدث ولا حرج صحيح في نسبه مخيفه ولا ما عاوز اقوله بس مخيفه لدرجه صحيح. مخيفه لدرجه طلاق ونفقه ومبالغه ايوه ويمكن الخطوره بتاعت المساله بتجي وين لما تقوم الام في اطار مطالبتها بالنفقه وغيره تقوم تعمل دين مدني على زوجها وتوديه وما قدر يسدد تمشي وتدوس السجن يبقى شنو لحين السداد يكون في ممكن عشان 100,000 يكون قاعد سنه سنتين ثلاثه لانه ما قادر يسدد دي واحده من خطوره المسائل تخيل هي قاعده مع ابناء وحاسين انه امهم اللي قاعده معاهم هي الرمد ابوهم في السجن قاعد صحيح. هناك وابوهم خالق لهم بوضعه في السجن يعني وضعه هنا بالنسبه بيتعكس عليهم طوالي بالتالي طبعاً. نظره الناس تعاملهم معاهم يعني لو بالذات لو كان في بنات الناس طبعا الام المفروض تكون عندها تقدير للمسائل اكبر من قصه انه نفقه 100,000 ولا مليار ولا غيره يعني المفروض تكون في طيب نجي بعد ده لتوظيف العقول المبدعه نعم نعم وده السؤال العظم بالنسبه الجوهر يعني الجوهر يعني كيف يعني نشرح كده اول شيء كيف نوظفها كيف طيب نستفيد منها العقول طيب يعني؟ انا العقول المبدعه دي عشان توظفها بصراحة أنت محتاج أول حاجة استقرار. أنا بتكلم لك في إطار الدولة طبعاً. استقرار سياسي عندنا واقتصادي عندنا و... لو افترضنا في المجتمعات الصغيرة طيب. على مستوى الأسرة ومستوى المجتمع المحدد الكلام بيختلف لكن لو تكلمنا على مستوى الدولة أنا لأنه الدولة هي الهدف الأساسي هي للكلام طبعاً. كله طبعاً. لو تكلمنا عن توظيف أو الاستفادة أو استثمار العقول المبدعة نمرة واحد لابد من الاستقرار. أن يكون السياسيين على مستوى من الوعي بيعرفوا إنه أي حدث هم أو أي تصرف أو أي فعل بيقوموا به هم فوق هناك بيأثر مباشرة على شنو؟ على الفئات المستهدفة طبعاً هي فئات شبابية يعني صحيح والآن زي ما بقول السودان مثلاً عندنا هنا 75% من الشباب فإنت ما ممكن يكون 25% بتعمل في عمايل تغير اتجاهات 75% صحيح ما انه ال 75% ديل الان منهم على مستوى داخل السودان وخارج السودان عقول رهيبه يعني العالم بيشد بهم والعالم موظفهم ان احنا الان هنا ما متيح لهم فرصه ما مدين لهم اعتبار ما مركزين لهم ما في برامج صحيح. في لافتات موجوده تلقى ما اعرف ايه كده رعايه الابداع وما اعرف ايش وما حاجه زي كده لكن ما في شغل لافتات برا لو دخلت جوا يمكن ما بتلقى في ناس شغالين وهو ذاته حتى الزول اللي بيوظفوه في موقع زي ده المفروض يكون هو ذاته مبدع طبعا يعني ما يجي يقعد موظف قاعد في الترابيزه شغال في المبدعين ديل
انت داير شنو وانت داير ايه وقروش طالعه وقروش نازله. لا هو ذاته يكون عنده سرداب بيخش يبدع فيه يطلع حاجات مبدع. بعد ذاك انا بقول يا اخي انه والله زول ده يستحق صحيح. انه يكون في الموقع ده صحيح. طيب الان يعني مثلا في نماذج كثيره يعني يمكن في طالب في جامعه نهر النيل عمل نظام بتاع ريموت كنترول للجرار اللي هو بتاع المحراس بتاع الناي. في شاب برضو قبل ايام في دبي برضو كرموه شاب سوداني اللي نظريات كثيره جدا يعني استفاد منها المجتمع هناك. في الاغرب من كده انت عارف في المنصه بتاعت فيسبوك الموقع ده بتاع التواصل ده في سودانيين شغالين هناك وفي سودان يمكن احنا على معرفه هو شغال في قسم في سودانيه تحديدا يعني. مهم جدا جدا اللي هو قسم الصحه اللي بتكفل صفحاتنا دي الذكاء اول من حاجه عملت محتوى ما بيطور سودانيه بالمناسبه ايوه وشغال في قسم الذكاء الاصطناعي هناك في فيسبوك يعني تخيل شوف. فحتى احنا لو رجعنا لفيسبوك ذاته دي ملهمه يعني مشروع بتاع الهام بالنسبه صحيح. للشباب يعني زوكربيرج ده لمن عمل البرنامج ده والموقع ده كانه زول لسه في الجامعه صحيح وبدا من باب الدعابه لكن صحيح. كان في توظيف صحيح منه وتوظيف واهتمام حقيقي من الدوله والدوله تبنته مباشره بالمناسبه بعد ذاك السبيكة سيطر يعني طبعا سيطر الان طبعاً. كلنا الواحد في يوميا لو ما دخل الفيس ما بيقدر شنو صحيح على الاقل عشان اعرف اخبار الناس طبعاً. الوفيات الافراح وغيره وكذا فالدوله محتاجه انه اول حاجه تعمل استقرار سياسي السياسيين ديل يكفوا لانه هم 25% نحن ما بنقول ان الدوله والله فعلا والله هم ما مقتنعين قالوا نحن قالوا نحن 90% لا لا ما طبعا دي ما حقائق نحن بنرجع للاحصائيات طوال دي حاجه موجوده غير كتلهم في القياده ايوه الشارع موجود صحيح. الان وغيره فالناس تكون واقعيه لو ما اقتنعنا بالواقع ده ما بنمشي لقدام صحيح. لو نحن بنتكلم عن دوله يعني الدوله دي لابد من انه نحن نتيح الفرصه الاكبر للشباب واكثر من كده عشان نحن نبدع ونستفيد من الشباب المبدع ده لازم يكون في برلمان موازي للبرلمان الاساسي الموجود برلمان شبابي نعم. ليه لانهم هم بيعرفوا حاجاتهم بيعرفوا صحيح بيعرفوا انفسهم ذات المبدع ده قاعد وين يمكن يكون في واحد قاعد في الغاليب في اتذكر طالب من جامعه الفاشر برضه كان اخترع عليه حاجه كده برضه صحيح وكرموه على مستوى عالمي وغيرهم وغيرهم كتار يعني كل يوم انت عارف شباب في الجامعات بيكرموهم برا السودان صحيح احنا قاعدين هنا ما جايبين خبر يعني بكل حاجاتنا اعلامنا وسياسيين ومؤسساتنا ومجتمعنا ما جايبين خبر وهم بيطلعوا من هنا بيختارون اختيار بمعايير معينه طبعا بيشيلون بيمشي يكرمون برا والزول بيجي راجع ونحن ما جايبين خبر صحيح لكن نحن عندنا فريق بتاع كره قدم جاب له جونين الدنيا كلها بتمشي المطار عشان تستقبل وكده طبعا صحيح عندنا سياسي حنك وسنين جاي من برا الناس كلها تمشي المطار مع انه الاولى بالتكريم هو الزول المبدع ده لانه ده مستقبل البلد طبعاً. يعني هاي فالدوله محتاجه تعمل استقرار سياسي تخلق مؤسسات بتاعت رعايه حقيقيه وتضع فيها ناس مبدعين يعني مش مبدعين يعني انا امثله كثيره جدا جدا من العلماء السودانيين يعني جو البلد وحاولوا افكارهم دي يعني البلد تستفيد منها ولقوا فيه اهمال من قبل السياسيين ومن قبل الناس المسؤولين في الدوله ورجعوا لحد ما ماتوا برا يعني صحيح. في امثله كثيره موجوده الان صحيح. امامنا فنحن دارين الطعس العاقل شنو من الطعزة بغيره يعني احنا الماضي بحاجاته كلها نخليه نفكر في المستقبل والمستقبل هو الشباب نعطيه للشباب دي الاكبر فرصه ممكنه نوفر لهم الامكانيات الممكن تخلي ابداعهم ده يستثمروا استثمار حقيقي أنا زي ما قبل قلت لك بتاع نهر النيل ده فكر أول ما فكر في الزراعة يا أخي طيب نحن ما نخلي الزراعة دي نحن الليلة بنستورد المأكولات من برا البتاع هنا التصنيع هو عملية الابتكار دي ذاتها ما فيها نوع من التصنيع طبعاً. يعني الذكاء الاصطناعي كويس ده ما ذكاء اصطناعي يا سي نحن ندخل الذكاء الاصطناعي نخلي الشباب ده نقول لهم مصانعنا القاعدة دي دخلوا فيها برنامج الذكاء الاصطناعي دي بمهاراتكم الموجودة وطوروا فيها ما قدرنا نصل الليلة لكن بعد 10 سنوات نكون نحن وصلنا مرحلة الاكتفاء من التقنيات بتاعت الذكاء الاصطناعي في برنامج أكبر اللي هو إنترنت الأشياء دي كلها برضو نحن نخلي الشباب ده يشتغلوا فيها لأنه أعمارنا دي ما خلاص نحن وصلنا مرحلة
بعد ثاني ما بنقدر ننافس، ما بنقدر نقوم بأدوار. وكمان هو والله بيني وبينك يعني خليه القالب اللي ممكن يستوعب الشباب دي تنمية قدراتهم اكتشافهم وكده بيتم محاربتهم أكيد طبعا، غير إنه ما في قالب أكيد بيتم محاربتهم يعني. أكيد طبعا، بمرات بألفاظ، مرات باستيغما معينة بإنه الشباب دي طايشين. أيوة صح، أكيد من حاجة شنو عارف بتاع. أكيد طبعا، أنا مرة قريت بوست قبل فترة في الفيس، بوست كان خطير يعني، وعمل عمل ضجة يعني. أيوة. السودان لو افترض يرأس زول ما يكون فايت 50 سنة. بالتأكيد طبعا، بالتأكيد فات 50 سنة. والله 50 كثير زاد، بعوقنا كلنا والله بجد. 50 كثير زاد يعني. أنا ما بستوعب لي رئيس دولة ما عنده واتساب يعني. نعم. ما عنده إيميل. نعم صح، ده كلام عجيب يعني. طبعا دي كل حاجات تحت الشباب طبعا. عشان كده حصلت قطيعة. نعم صح، في جيل كده هسه عنده قطيعة مباشرة مع ناس عندهم سن معين يعني. أكيد يعني هسه أنا في نموذج في اليابان مثلا. في اليابان ما في حاجة اسمها معاش. لا ما في. في الزول لما يصل مرحلتنا بتاع السن المعاش عندنا هنا، هو بيصل بيبقى خبير. الخبير ده ما بكون قاعد في طربيسته القديمة زمان شغال بها، يمشي موقع تاني، لكن أفكاره كلها الأجيال الناشئة بتجي الأجيال الجديدة وبتستفيد من خبراته. لكن لو ما ربطنا طبعا، أكيد لو ما ربطوا الماضي بتاعه والأساسيات بتاعت الحضارة بتاعتهم ذاته والتطوير دي، لو ما ربطوها بالمستجدات ما بيمشي لقدام. صحيح. فبالتالي ما في حاجة اسمها معاش. الزول بيكون قاعد كده لحد ما يموت. بالضبط. نفسي امتيازاتك، نفسي حاجاتك كلها. صحيح. بس بيحول شنو موقعك من موقع بتاع منفذ لموقع بتاع شنو خبير. صحيح. فدي واحدة منه. وبعدين عندهم حاجة مهمة جدا جدا، ناس احنا بنتكلم عن الجودة والجودة والكايزن وكده، هم عندهم التحسين المستمر. الكايزن التحسين مستمر. يعني لو لاحظت عندنا البكاسك بتجي دي ما هو نفس التايوتا، لكن كل سنه بيجينا بشكل جديد. صحيح. بغير الشريط بس الشريط شويه تصميم من قدام بيجي نفس المكنه ونفس. فيلا دي بيعملوها الشباب. لانه بيجي بافكار جديده، تقنيات جديده، علوم جديده. صحيح. ما لقوا الناس القبيل، الزول القبيل عنده البيزك بتاع المحركات بتاع. صحيح. التقنيات الثانيه وكده. فدي كلها حاجات مهمه جدا لازم نضافها. ازيدك برضه في الشعر بيت زميلنا مصطفى التوم. مصطفى ده الان شغال في التيك توك. نعم. في شركه التيك توك. نعم. يعني واحد من الموظفين المهمين جدا. هو شاب صغير يعني هسه ما شاء الله عليه عبر. بالاضافه لكده اليابانيين برضو عملوا حاجه، انه هم طبعا معمرين شويه. نعم صح. فاي زول يتجاوز 70 سنة او 75 سنة، سواء كان رجل ولا امراه، بوظفوه. نعم. في الروضه. نعم. في الاطفال مش كده؟ انه يحجيهم. يا سلام. بس يجي يحكي لهم عن اليابان، قامت كيف هيروشيما حصل فيها شنو. أيوة. نحن كبرنا كيف. ايوه. فبيبقوا مربوطين بتاريخهم وبمستقبلهم يعني. يا سلام. فدين بياخذوا معاش لما يصل مرحله تلقي العلوم الحقيقيه، ما محتاج تاني زول يحكي له التاريخ خالص. هسه نحن تاريخنا ما عندنا حشو. بالضبط. يعني ماشي معك لحد الثاني وماشي معك يمكن. فعشان كده زي ما قلت انت، اليابان ما فيها معاش وبراتب بالمناسبه. نعم. امتيازاتك كلها زي ما هي. ايوه صح. راتبك شغال. صح. عندك حصه او حجوه. أيوة اذا جاز لي التعبير. ايوه. تجي للشوف عدل. صح. لكن اذا جينا طوالي عملنا مقارنه بهنا. نعم. لا عكسي تماما. اول ما تاخذ المعاش بكنكشه. اول شيء حلك واحد، عشان كده الناس بكنكشوا في المؤسسات. ايوه صح. حتشيل جريده. نعم. تلبس لك على الراجي. نعم. تقعد قدام الباب. أيوة ترش بالخرطوش. ايوه. وشغلتك تعالي انت ماشي وين؟ انت جاي من وين؟ انت بتناس منو؟ عشان كده خاف من المعاش. المعاش مرعب. صح. بالنسبه للاعمار دي. بعدين لك برضه بالاضافه للكلام ده، هو طبعا قبيلك عنده نمط معين من الحياه كان عايشه هناك. صحيح. تسلط ما اعرف غيره بتاع هنا، فجاه بيلقى الحاجات دي كلها ما فيش. ما مصدق احنا الرصيد المجاني. انا زول الاسد عشان كده بكنكش جدا يعني، عرفت؟ ايوه. وبعدين هو ما بيهتم بانه هو يكون زول خبير. يعني خلال فترة عمله في الوظيفة المفروض ينمي قدراته على أساس أنه يكون زول خبير. صحيح. حتى لو مدى يعني أنا بعرف ناس السيء الآن أول ما نزلوا معاش اليوم الثاني كانت وظائفهم في مواقع تانية. يا سلام. كخبرة والله في مواقع تانية جاهزة طوالي وبرواتب أفضل من دي. صحيح. وامتيازات أفضل من دي. صحيح. فده نحن المحتاجين أنه الناس الكبار دير يعني مع نفسهم كده يصلوا مرحلة قناعة أنه أنا والله لما أجي أنزل معاش ما انزل وانا نفس الشخص الاس الان. لابد من انه اطور مهاراتي، اطور اثبت للناس انه انا
قدره كفاءه خبره صحيح. عشان يوم اللي اجي اقول لهم يا اخواننا السلام عليكم يقول لي يا اخ ماشي وين نحن محتاجين خيار ثاني اي وظفوه في حته ثانيه وده ذاته بالمناسبه يحتفيد على ولدك ايوه صح الصغير ده ايوه بيعلمك الاندرويد اكيد اكيد التليفون بيدخلك الواتساب يلا بعد هو بتكون انت مواكب يعني حاجات جديده ايوه صح بدل تنبذ وتقول لي كله انت مساهر في التليفون ايوه صح دقيل ودي دي طريقه اكيد اكيد طبعا بالضبط. اكيد والله استاذنا مصطفى محمد علي الحاج القانوني ومستشار التدريب عضو منظمة صناع التغيير والتنمية أنا سعيد بك جدا الله تسلم يا سيدي في حوار نحن سعداء أكثر بهذه القناة أبشر يا سيدي وحوار كان مفتوح لكم مزيد من التقدم يعني هنشوف تسلم يا رب لأنه أنا زي ما قبل قلت لك عبارة الشروق مرت من هنا نعم. يعني ما مرت مرور الكرام زي ما بقولوا نعم. مرت وهي تحمل كل القيم النبيلة تحمل المعارف تحمل الخير لهذه البلاد نعم. يعني تبص كل الجمال فلذلك الشروق مرت من هنا ليست عبارة أو البرنامج اللي كان بيقدم الكوميديان فقط وإنما هي كل القيم الموجودة داخل صحيح. هذه القناة الفتية لتندهش وتتسع داخل المجتمع فلذلك الواحد بيكون سعيد جدا بحضوره معاكم ومع دردشتنا الحلوة معاك تسلم يا رب وإن شاء الله يا أخي ربنا يوفقكم هنتلاقى تاني طبعا إن شاء الله بإذن أكيد الموضوع طويل وعاوز حلقات إن شاء الله بإذن الله أشكرك جدا كتر خيرك تسلم يا رب